موقع أنا السلفي للضجة اللي المشايخ عملوها على كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، ويعني رأي أبداه الرجل وقتها، ما كانش فيه لا جماعات إسلامية ولا متطرفين، اللي عمل الضجة هم شيوخ الأزهر. ولأن باختصار الرجل بيطعن في القرآن ذاته لما يقول كان في شعر فصيح أفصح من اللي وصل إلينا والمسلمين كتموه. أتبنى آراء المستشرقين في ذلك. إيه اللي خلاهم يبعتوه يقول كده، أو هو أو غيره، أو يقولوا إن كلمة القتل أنفى من القتل أبلغ من الآية؟ ظنوا إن الأرض ممهدة، ففوجئوا سبحان الله إن الدنيا لا تخلو الأرض من قائم لله بحج. واللي يقرأ كلام مصطفى صادق الرافعي مثلا، وهو رغم إن هو يعني قد يكون يؤخذ عليه ما يؤخذ على عامة الأدباء من التسامح أحيانا في أمور والتبسط في أمور في غير موضعها، إلا أن الرجل ده لما يقول لك طه حسين عميد الأدب العربي، طب يقروا كده مصطفى صادق الرافعي ويقارنوه بطه حسين أو بغيره، يشوف فعلا كيف أن مصطفى صادق الرافعي أسلوبه وبلاغته من لا يمكن أن يقارن بها أمثال هؤلاء البتة، من أجود ما يمكن أن تجد من بلاغة وفصاحة وسلاسة في المعاني وخصوبة في الخيال. أمر وهو ده اللي مش عاملين حسابه واحد من الناس اللي طلعوا لهم يتكلم على إعجاز القرآن ويكتب تحت مجموعة مقالات موجود بعضها في كتاب وحي القلم، موجود بعضها في كتابه تحت راية القرآن، ويبين لهم الفصاحة والبلاغة الموجودة في القرآن. فيبقى ما لما يجوا يتكلموا على الكلام ده غير مسموح اللي ما بيعرفوش لغة العرب أصلا، ويكون مجرد عارف حاجة اتنين منها، يقول لا ده في هنا خطأ نحوي أو نحو ذلك.